نحن اليوم عم نحكي بغض النظر شو التحديات ذهنية أو حركية، بداية كيف ممكن للأهل يستغلوا العطلة الصيفية لتطوير مهارات هؤلاء الأبناء؟ أكيد. هلأ إحنا بالبداية بشكركم وبشكركم على اهتمامكم الكبير بالأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام. يعني هلأ الدنيا صيف، والصيف يعني طلعات، رحلات، طبيعة، فكتير مهم إنه نستغل هاي العطلة الصيفية لإشباع حواس هؤلاء الأطفال. كيف يعني؟ هلأ هم الأطفال أصلاً، أغلب الأطفال تقريباً عندهم مشاكل حسية، والطبيعة أصلاً كتير بتشبعها لهاي المشاكل الحسية. يعني مثلاً ممكن إذا رحنا على حديقة عامة، أو رحنا مثلاً على مسابح، أو رحنا على بحر، لو مثلاً رحنا على حديقة بنقدر مثلاً نستغل الرمل اللي بالحديقة إنه نعرض هذا الرمل لهذا الطفل. تمام. ممكن المراجيح اللي بالحديقة كتير تشبه حواس للطفل. هلأ بشكل عام أصلاً الأطفال النورمال هم بحاجة لهذا الإشي. والأطفال اللي أصلاً عندهم مشاكل هون أصلاً كتير بيكون هاي الطبيعة إلهم مفيدة. فجداً مهم صراحة إنه إحنا نستغل هاي العطلة الصيفية بإشباع حواس الأطفال من خلال الطبيعة. هلأ مرات هؤلاء الأطفال بيقاوموا، بيكونوا مثلاً هم مرتاحين بمكان معين. يعني قد يكون عندهم طاقة زيادة بدهم يضلوا برا البيت، وهذا إشي يمكن بيقدروا الأهل يستغلوه. ولكن أحياناً في بعض هؤلاء الأطفال ما بدهم يطلعوا من البيت، فهل شو يعملوا الأهل بهاي الحالة؟ هلأ إحنا بنبلش تدريجياً، وبنبلش بأماكن هو كتير بيحبها. يعني مثلا هلا اذا هو بيقاوم، في اطفال بيخافوا يروحوا، خلينا نقول المول، مول مثلا بده يطلع على مول، بخاف، في اطفال بخافوا يطلعوا على الدرجه اللي تاع المول. فهون احنا ممكن نمشي شوي شوي، ستيب باي ستيب. هلا بالمول ما بيكون كتير فيه، يعني هو مكان كتير كبير، فلو صرخ الولد مش كتير رح ياثر. يعني عرفتي؟ فهون ممكن احنا نستغل هذا المكان الكبير بانه تدريجيا نشتغل معه. فهيك ممكن احنا نشتغل معه للطفل، يعني نقلل من المخاوف اللي عنده. نعم. طيب هلأ لو نحن قلنا يعني دائما لازم الأهل يدعموا، يعني مثلا الأم، أكيد، الأب، العائلة الممتدة، يعني كلهم دورهم كتير مهم، لأنه هي ما بصير تكون عبء على الأم لحالها أو الأب لحالها. فبحب أسمع منك، يعني حتى أنت من تجاربك بالمركز، يعني لقيتي العائلات اللي فيه دعم متكامل من العائلة قدي بيساعد على تطوير هؤلاء الأطفال. أكيد. هلأ بالعطلة الصيفية كمان في إخوة بعطلوا، فهون لازم نستغل هدول الإخوة لدعم هذا الطفل، لأنه الأم بتضلها طول الفترة هي اللي داعمة، وصراحة هذا بيكون ضغوطات نفسية عند الأم. فلازم نستغل الإخوة، نستغل الأب، لازم أنه يتدخل مع طفله ذوي الإعاقة. يعني بالإضافة ممكن إحنا ناخد دعم التيتا، دعم الجد، دعم الأخت، أختها للست، دعم الخالة، العمة، يعني دعم العم، دعم ابن العم. يعني هدول كلهم المفروض انه احنا نكرسهم عشان يخدموا هذا الطفل اللي عنده مشكله. خاصه هلا مع جيه المغتربين، يعني بصير كثير في عنا ناس ممكن انهم يساعدونا بهذا الطفل. تمام. فهاي كثير يعني لها اهميه كثير كبيره. هلا من تجاربي مثلا، كثير كنت احب لما يجي عندي طفل ومعاه اخوانه كلهم. يعني كان في مره عندي عيله اجى طفل، اعطيه جلسه كل يوم حدا من العيله يحضر عشان بس يطلع يعمم. فهذا كان كتير حلو، كانت صراحة النتائج كتير أحسن من لما يبعثوا الطفل لحاله. أيوة. لأنه إحنا دائما بنشتغل مع الطفل، بس إحنا شغلنا ما بيكون 10% إذا ما كان في أسرة داعمة أو يعملوا نفس الشيء، أو ما يعملوا بالضبط سلوكيات تخرب اللي أنتوا بنيتوا. بالضبط. إحنا بنشتغل على سلوك معين بنخففه عنا، بس بتلاقي بعد فترة إجوا الأهل، طب هو ما خف عنا بالبيت لانه انتم ما بتحضروا معنا، لازم انتم ما حضرتوا معنا، فما عرفتوا ايش احنا بنتصرف. هلا احنا بنحكي بس مش زي لما انتم تحضروا وتشوفوا. صح. والطفل قادر، سوري، بس الطفل قادر انه يختبرك، يعني وقادر انه يتعامل معك حسب طريقتك انت كيف بتتعاملي معه. طبعا. فلازم احنا نوحد هاي المعامله عشان هو يعرف انه كلياتنا رح نعاملك نفس المعامله. بالضبط. وكمان شوي رح نيجي ايضا لاشياء ممكن الاهل يعملوها، ومش ضروري دائما يكونوا يتوجهوا لاخصائيين يعني. فبحب اخذ منك افكار، ولكن بدايه معنا اتصال هاتفي من دبي، دكتور عقاب البدارنه، اخصائي بالعلاج الوظيفي. صباح الخير دكتور.
اهلا صباح النور، يا اهلا وسهلا. اهلا دكتور، ويعطيك العافيه واهلا وسهلا فيك معنا. بحب اسمع من حضرتك، يعني عاده بالعطله الصيفيه واكيد حضرتك مختص بالعلاج الوظيفي، شو بتعطي مثلا نصائح للاهل او اشياء للاهل هم يقوموا فيها مع ابنائهم خلال هاي العطله؟ في البدايه حاب اتشكركم على هاي الفقره الاكثر عن رائعه اللي بتستهدف الاشخاص من ذوي الاعاقه او زي ما بنسميهم اصحاب الهمم. طبعا احنا عارفين انه الاهل هم عامل اساسي في العمليه التاهيليه والعلاجيه، فبالتالي ممكن انا استغل وجود الطفل في المنزل واستخدام ادوات المنزل على اساس اني انا ازود الطفل بانشطه مختلفه. فعلى سبيل المثال لو حاب اني اذكر امثله بسيطه، ممكن استخدام ادوات الطبخ البسيطه المتواجده في المنزل، مثل الملقط اللي بناخذ فيه الاكل، الملعقه تبعت الارز الكبيره مثلا، ممكن الام تستخدم الكرة البلاستيكية الصغيرة أو حتى تستخدم الجرابات مثلا لو عملتها زي كرة، إن الطفل يصير ينقل الكرات من ناحية لأخرى. طبعا ممكن كمان قفز الحواجز إنه نعمله من خلال استخدام المخدات الموجودة في المنزل أو الكرات، خلينا نحكي كرة القدم أو كرة الطائرة، الأهل كيف ممكن يستغلوها بطريقة كيف قفز والتقاط الكرة. طبعا إحنا بنحكي الأنشطة حسب كيف الأهداف المرصودة للطفل. أهم شيء اللي أنا حاب أوضحه لما نيجي نطبق الأنشطة في المنزل، إحنا أكيد نعتمد على الأهل بشكل كبير لتطبيق هاي الأنشطة، لكن لازم دائما يكون في أخصائي متابع لتنفيذ هاي الأنشطة ويزود الأهل بالأنشطة باستخدامها بأدوات المنزل، بسبب إنه إحنا عندنا الدماغ ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا إياه متكيف، فإذا نعم. كان تزويد النشاط من غير استجابة معدلة او مثلا من غير ناتج معين واضح للطفل، ممكن هون انه احنا يكون التطور بطيء، او ممكن انه احنا نكون يعني زي ما نحكي ناثر على الخطه العلاجيه. فدائما لازم انه احنا نرجع الى الاخصائي على اساس نفهم شو هي الاستجابه المعدله اللي انا بطلبها من طفلي. نعم. على اساس انه ما اوقع بفخ التكيف تبع الدماغ. فإذا بتسمحوا لي أذكر مثال. أنا دائما بحب أحكي للأهل عشان يكون أوضح. تفضل. لو إحنا لما نيجي نشتري الساعة كبداية، أول مرة بنشتري الساعة كل شوي إحنا بنتطلع إنه في موجود بإيدنا ساعة، الجسم حاس بإشي غريب على الجديد على الجسم، وزن جديد، فبالتالي الجسم كل شوي بتطلع، لكن بعد أسبوع الجسم بتكيف إنه هو لابس الساعة، فبالتالي إحنا بنبطل نسأل نحط إيدنا على الطاولة أو كل شوي نتطلع على إيدنا. هاي نفس الفكرة لو تم تنفيذ هاي الأنشطة من غير الاعتماد على الاستجابة المعدلة. الاستجابة المعدلة مثلا على سبيل المثال إنه أنا الطفل بدل ما أخليه أتركه لحاله يلعب، أنا ممكن أستغله بجانب لغوي، ممكن أستغله بجانب حسي، ممكن أستغله بجانب حركي. فعلى سبيل المثال بدل ما يقذف الكرة بشكل عشوائي، باجي أحكي له بابا أو ماما تعال نقذف الكرة باتجاه هدف معين على الحيط على سبيل المثال. نعم. فبالتالي هون شوفي انت لما تيجي تحكي للطفل نشاط بسيط، اقذف، اعطيني، اعطي اخوك، ارمي، فانت قاعد تعطيه حصيله لغويه في البدايه. اثنين، قاعد تشتغل على مهارات حركيه اللي هو كيف التناسق الحركي لكلتا اليدين على سبيل المثال، التآزر الحركي البصري لما هو يسدد باتجاه هدف. فهاي كل المعطيات اللي احنا النتيجه اللي طلعت هي بنسميها الاستجابه المعدله. نعم. اللي لو بدي اضربها بمثال واقعي من حياتنا، لو نفرض انه احنا لابسين ساعه ذكيه وكل شوي تعطيني نوتيفيكيشن، نعم، فجسمي راح يضل عارف انه انا لابس ساعه وكل شوي اطلع على ايدي. فهون الفكره اللي احنا لازم ننتبه عليها اثناء تنفيذ الانشطه في المنزل. شكرا لك استاذ عقاب على هاي المعلومات القيمه، وبنتمنى لك نهار سعيد. شكرا. طيب دكتورة دعاء، هلأ هون كان عم بيقول أستاذ عقاب إنه نحن نعطي تمارين لكن لازم يكون عندنا أخصائيين عشان نعرف قديه عم يتطور أو صح. توقعاتنا تكون منطقية. فهلأ بحب أسمع منك بالتحديد عندك بالمركز لما بيجوا هالأطفال، شو أفضل مثلا نشاطات بتعطي للأهل وشو تكون توقعاتهم؟ طبيعي يقدروا هم يعملوها بالبيت اللي مثلا ما بيقدروا يتوجهوا لأخصائيين؟ أكيد. هلأ إحنا بنقول دائما دائما لما بيجي عندنا بيراجعنا ناس، واحيانا بيراجعنا ناس، التكلفه الماديه احنا بنعرف قد ايه هي كبيره لهدول الاطفال، فكتير بنحاول نساعد الاهل انه انتم تعالوا خذوا عنا جلسه بالبدايه. نعم. يعني هلا احنا بيكون الطفل بحاجه مثلا لجلسه كل يوم، فاحنا بنقول لهم لا تعالوا خذوا جلسه بالاسبوع، واحيانا خذوا جلسه بالشهر. احنا بنقيم بثلاث جلسات مثلا، بناخذ نقاط قوه، بناخذ نقاط ضعف، بنعمل خطه تربويه فرديه حسب حاجه هذا الطفل.
فبس نعمل هاي الخطة التربوية الفردية بنبلش نشتغل على أهداف. هاي الأهداف إحنا بنشتغل عليها وان تو وان، أحياناً طاولة وكرسي، وأحياناً لا بنستغل البيئة الطبيعية تاعتي البيت عشان يعمموها الأهل معنا. فبنقولهم تعوا احضروا جلسة معنا، خدوا هاي الأهداف اشتغلوا عليها بالبيت. كيف بنقدر نشتغل عليها زي بالبيت؟ يعني مثلاً إحنا مثلاً عندنا هدف إنه نعلم ألوان أو نعلم خضروات. أوكي إجت الأم حتى لو إنها هي بتشتغل وهي وقتها مو فاضي، فبنستغل هاي الأوقات النوعية، روحت على البيت بدها تطبخ مثلاً، تقدر هي تاخده معها على الثلاجة تقول له يلا بدنا ناخد حبة البندورة مثلاً، أو بدنا ناخد الخيارة، أو بدنا ناخد مثلاً خس. فهون هي عممت معنا وإحنا اشتغلنا أصلاً وان تو وان عليه، فأعطيناه الأساس. يعني إحنا أعطيناه الإشي الأساسي. هلأ هم بلشوا يشتغلوا لحالهم. هلأ لما الأم تكون مثل ما قلنا بالأول هي يعني أصلاً مشغولة وما بتيجي، برضه بضل في ساعات نوعية بنقدر نستغلها لهذا الطفل. نعم. هاي الأشياء اللي ممكن نعلم عليها من خلال البيت. وفي بنعلم مثلاً على استجابة الأوامر، مجرد أنا دخلته معي على المطبخ أو دخلته معي على غرفة معينة، اطفي الضوء، اضوي الضوء، افتح الخزانة، هاي أوامر أصلاً إحنا مندرب عليها. فهاي أصلاً بنستغلها من خلال الأشياء. يعني حتى بالأشياء الحركية. طبعاً. نعم. هل هناك في مصادر مثلاً يطلعوا عليها الأهل؟ هلا اكيد يعني لازم تكون مصادر صحيحه وموثوقه، مثلا تروح على شيء يوتيوب، تروح على هلا هو صراحه احنا يعني بنقدر بتقدر تطلع على دراسات، يعني انا بحب اكثر على دراسات. هلا اليوتيوب احيانا في اشياء كثير بتعلم، وفي اخصائيين كثير بيعملوا اشياء توعويه صراحه صارت. نعم. فانا بحب انها تطلع ممكن، بس برضه بحب انها هي تتاكد دائما من المعلومه، ما تاخذ من مصدر واحد. بالضبط. وتشوف قدرات الطفل بالزبط. يمكن يمشوا معه بالتدريج. اكيد لازم بالضبط احنا نرجع دائما لقدرات كل طفل، بس ما في طفل ما بنقدر احنا نشتغل عليه. كل طفل حتى لو كانت قدراته يعني حتى لو كانت حالته خلينا نقول شديده، برضه بنشغل عليه، في بصيص امل دائما عندنا لهذا الطفل. شكرا لك دكتورة دعاء العطوي الأخصائية في التربية الخاصة. شكرا. العفو. شكرا لكم. شكرا لاستضافتكم.